جولة اليوم بدت من مدينة الرحاب ومن السوق الشعبي اللي فيه مجموعة شنت تدرس انت 30 مطعم جنب اللي فيهم الأجواء الرمضانية اللي فيها اليوم جربنا الدلاع الأصفر ويفرق على الدلاع الأحمر إنه في الحلاوة أشد ومصر يوم بتاكل فيها بتاكل الحمام المحشي والبامية وصحن البطاطا بلحم فقاعد نقول فيها الإبداع الأول هنا في الحمام المحشي واليوم بتشوفوا مصر الجديدة أو إنكم بتشوفوا مصر المبنية جديدة مصر مش الزحمة والدوشة اللي بتشوفوا فيها مصر متجمع واللي بناخدوكم في جولة بسيطة من مول كايرو فيستيفال اللي فيه الأجواء الرمضانية من منظور تاني أو نقولها بالأوضح من منظور المعبي اللي انا عن نفسي شفته من اقوى المولات اللي في مصر اهلا يا باشا رمضان كريم اللي فيه هادي كوستا مع شقة اللي بيه وجوها فوق الدقعمين والاسم واخد شو والباقي ما اختلفش على اجواء ستاربكس تصدق يعني ان حتى اجواء الكيكة اللي عندهم حاجة عادية بكرة لكن تدرس على اجواء في المول فضيعة صدقني كل ما انت بتتمشى فيه بتتمتع بالمناظر والاجواء اللي فيه رمضان كريم يا باشا نطلعوا من منطقة المعبيين وماشيين للمنطقة مصر القديمة منطقة الدرب الاحمر بنقول لك حاجة تعال ناخذ الجو بالتكتك ونتفرجوا ونعيشوا الاجواء حاليا ماشيين لحلواني اسمه الحلمية اللي يخدم في البسبوسة والكنافة ومن أزقة الشوارع لين وصلنا لحلواني الحلمية اللي يعتبر من المحلات الزمنية والمشهورة في مصر وهلا هلا بالأجواء نص كيلو مشكل وعلى الماشي فبجديات وحقيقة إن الحاجات اللي جربتها البسبوسة والكنافة بسم الله ما شاء الله الله يبارك حاجات جميلة وزيد عليها بإنها حلو بسيط ومن الحاجات البسيطة فمثلا هذه بكلاوة اختي فلاف دايرينها بالقشطة والكنافة مشربينها عسل وما بينها المكسرات والله بجديات تمتعنا فيه طبق الحلو انا لهنا والله لكنت ماشي صحبه جاي قدامي محل الفسيخ هذا انا ايش اللي درته في روحي قوي قلبك يا ايوب وجرب الفسيخ طبعا انا النيه مش وارده بكل للتجربه فيا صديقي يا عزيزي نحب نقول لك ان هذا الفسيخ بس قاعد نقول ايش اللي درته في روحي شيء يتصنف مذاق شديد الملوحه وشديد الرائحه المتعفنه هو اخره كذا اخرك ماكلتها فتصدقوا بان حمزه شافها بس هرب من التكتك طبعا مع هذا كل الاحترام لعادات وتقاليد اهل مصر ما لا هي من هنا نختمه وكل هذا من فضل الله اللهم لك الحمد وزياره غدوه حتكون لمدينه جديده في مصر والسلام عليكم.